مدرسة جراحة بعين شمس محاضرة عن الديزاين والابستراكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص نمت لسه صاحيين. الموضوع ده طبعا الموضوع مش سينمائي او لامع زي موضوع الاتش سي سي سي، لكن هو موضوع مهم جدا جدا بالنسبه للايفري دي براكتس لكل دكتور سواء هيشتغل جراحه او بطنه او اي حاجه. الموضوع ده احنا ممكن نتكلم فيه تقريبا في 3 4 5 6 ايام، لكن احنا هنحاول نقوله تو ذا بوينت في نص ساعة. وانا ماشي لو حضراتكم في حاجة عايزين يعني ايه توقفوني فيها وقفوني فيها. أهمية الساين اوبستراكشن ايه؟ أهمية الساين اوبستراكشن ان هو تقريبا بيمثل 10% من الاوفر اول ايمرجنسي كيسز. كل الحالات اللي بتيجي استقبال او طوارئ في اي مستشفى في مصر 10% منها الساين اوبستراكشن او حاجة متعلقة بيه. معنى الكونسبت ان جنرال ان الجي اي تي موتيليتي خلاص وذر جاز او سكريشنز او فود بتبقى ستوبت نتيجه لعامل معين انترنسك او اكسترنسك او بارانسيس للجي اي تي موتيليتي. اول نقطه هو ان الانسان اوبستراكشن ممكن نقسمه تقسيمات كتيره قوي. اهميه التقسيمات ان التقسيمات دي بتفرق معايا قوي في الـ natural history، في الـ diagnosis، في الـ management. أول تقسيمة هي pathological nature، يا إما simple obstruction يا إما strangulation. كلمة simple obstruction معناها إن في حاجة سد السكة على الـ passage of food أو fluid أو كده، لكن من غير impairment للـ blood supply. On contrast strangulation بيبقى في impairment للـ blood supply، والامبيرمنت ده بيعمل تيشو سكيميا وجنرين لسيجمنت معينه من الجي اي تي. تاني تقسيمه اكوردنج للكورس والانست. الاوبستراكشن ممكن يبقى اكيوت او كرونيك او اكيوت اون توب اوف كرونيك. لو جه انست اكيوت وكورس رابيد يبقى اكيوت زي الانتسسبشن زي الميزنتريك فاسكتر. او لو كرونيك زي الكانسر كول حاجه بتتكون على مدى اسبوع اثنين ثلاثة شهر. او ممكن يجي عيان عنده هيستوري لونج ستاندنج بقاله اسبوع اثنين ثلاثة اربعة ومرة واحدة حصل له اكيوت اونست، السيمتومز دي مرة واحدة تدهورت. الكلاسيفيكيشن اللي بعد كده اكوردنج تو ذا ديجري ممكن يبقى كومبليت وممكن يبقى اوبستراكشن. يعني ايه كومبليت ويعني ايه بارشال؟ كومبليت يعني مفيش فيه اي باسج اوف لا جاز ولا فلويد ولا فود في الجي اي تي. بارشال معناها ان في باسج اوف وان اوف ذيز اليمنتس، ممكن يبقى جاز، ممكن يبقى فلويد، ممكن يبقى فود اون اند اوف. اخر حاجه في الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا موتيليتي الحته الاوبستراكتد دي. هل الاوبستراكشن ده هو دايناميك ولا ادايناميك؟ يعني ايه دايناميك؟ يعني الجزء اللي حصل فيه انسداد ده لسه في بريستاسيس، لسه الانتستين نفسها عندها قدره على الانقباض.
الادايناميك معناها ان الحته اللي فيها الاوبستراكشن دي مفيش فيها كريستالز، يا ايذر من الاول زي باراليتيك ايليس او سودو اوبستراكشن، يا اما حاجه ديفلوبت بعد كده خلاص زي مثلا الاكزوشن بعد الاوبستراكشن. بسرعه جدا الانسان الاوبستراكشن كوز بتاعته ان جنرال لو هي حاجه دايناميك يعني حاجه بتاثر على الموتيليتي باراليتيك ايليس او سودو اوبستراكشن او ميزنتريك فاسكول، او حاجه ادايناميك يعني حاجه سد السك، يا اما تبقى انترا نيومنال يعني حاجه سد اليومن نفسه بتاع الانتستين زي الفيكال انفكشن زي اي فورن بودي الواحد يبلعه زي البيزورز اللي هي الحاجات الاندايجستد اللي واقفه جوه الجي اي تي زي البول ستونز، او حاجه انترا ميورال يعني جايه من الوول، يا اما ستريكشر يا اما مالجنسي باي شكل او تيومر مش مالجنت، او حاجه ضغطه من بره زي الاديزيف بانس او زي الاوبستراكتد هيرني. ايه اكتر حاجه بنشوفها في العالم كله؟ الادهيجنز هي السبب الاكتر للانتصار اوبستراكشن. في مصر ايه؟ الهيرني سنجوليتد هيرني. بقيه الحاجات دي بنشوفها ناو اند ذن، الادهيجن والاوبستراكتد هيرني والكارسينوما على بعضهم كده تقريبا هنا في مصر حوالي 80 لـ 90% من الكيسز والانتصار اوبستراكشن. دي يعني لسه the most common cause of small bowel obstructions في الأرض. Adhesions أساسا، هيرنيا، ممكن كانسرز، ممكن فولفولس، ممكن أي انتر ابدومينال كولكشن، ممكن تيومرز، فورن بودي، وورمز زي الأسكاريس، ممكن جولستون، أو حاجة جايه من الول زي الستركشرز مالجنت تيومرز او هيماتوما او انتسسبشن او اي انفلاميشن. دي لسته بالموست كومن كوزز اوف كولونيك اوبستراكشن، اول واحد فيهم هو المالجنسي خلاص سواء كان برايمري او متستاتيك، ثاني واحد الفولفولس، ثالث حاجه الدايفرتيكولايتس، وبعدين الهرنيا. ايه اللي بيحصل لما بيحصل سبب سرش؟ ايه اللي بيحصل للمريض؟ اول حاجه تحت الليفل بتاع الاوبستراكشن، يعني عندي مكان اوبستراكشن في فوق ليفل وفي تحتيه ليفل. ديستال الاوبستراكشن الباول كل الجي اي تي نورمال في بريستالسيس لكنه امتي، فبعد فتره لما السكريشنز بتاعته تخلص هيبقى كولابست والموتيلتي تروح فيبقى الموبايل. على الليفل بقى فوق الاوبستراكشن الانتستين بتبقى اكستندد باي ايه؟ جاز وفلويد، وبتبتدي يحصل فيها هايبر بلاستاسيس يزيد فيها كونتراكشنز عشان تو باي باس الاوبستراكشن ده. تالت حاجه بعد فتره من المجهود في الهايبر بلاستاسيس يحصل لها فلاسيلتي وباراليسيس بتتعب زي اي حاجه. الديستنشن ده بيعمل امبيرمنت للبلاد سبلاي. جنرالي العيان نفسه بيبتدي يحصل له دي هيدريشن والالكترولايت ديستربنسز من الفلود اللي بيفقدها في الفومتنج، من الفلود اللي بيفقدها في السيكوستريشن جوه اللوب نفسه ده بيحصل ابزوربشن للفلود. كل اللي فات ده في السيمبل اوبستراكشن. لو الاوبستراكشن ابتدى يبقى سترنجيوليشن يعني في امبيرمنت للبلاد سبلاي، التنشن ده بيقلل الفينس ريتيرن الاول. لما الفينس ريتيرن بيقل بيزود الكابيلاري بريشر، الكابيلاري بريشر بيقل الارتيريال سبلاي بيرجع يحصل لها امبيرمنت، بعد كده يحصل ايه؟ هيموراجيك انفاركشن. فيبقى اللوب او المنطقه دي اللي حصل فيها امبيرمنت للبلاد سبلاي يحصل فيها جانجرين. مع الجانجرين ده كل البكتيريا اللي هي نورمال كومنسنس بتبتدي تدخل من اليومن للبلاد. البكتيريا دي سورس اوف اندوتوكسين، بتبتدي تدخل عيان في جرام نيجاتيف اندوتوكسيميا. في نوع سبيسيفيك شويه من الاوبستراكشن اسمه كلوز لوب اوبستراكشن. لو انا عندي سيجمنت فيها اوبستراكشن وتحتيها زي هنا ده السيكل مثلا، الاوبستراكشن في اخر الاسندنج كولون والاليوسيكال فالف ده كومبتنت يعني قافل، فبقى عندي الحته دي كلوزد كانها اوضه مقفوله، الفلويد بيأكيوميليت فيها نتيجه للسكريشن بتاعت الوول بيزيد فيها الانترا ليومينال بريشر. لما الانترا ليومينال بريشر يزيد الى حد كافي يعمل بيرفوريشن غالبا بيبقى في السيكم نفسه عند التيب بتاع السيكم.
how to evaluate العيان اللي قلت احنا متوقعين انه عنده سال اوبستراكشن. دي اسمها cardinal clinical features of intrinsic سال اوبستراكشن. يعني معناها لما يجي لي عيان بيشتكي من الاربع سيمتومز دول abdominal pain, abdominal distension, vomiting, absolute constipation, يبتدي ذهني يفكر ان العيان ده سال اوبستراكشن في كاتيجوري معينه. بالنسبة للبين دايما غالبا بيبقى أول سيمتوم بيطلع. في حالات الديناميك اوبستراكشن بيبقى كوليك عبارة عن مغص. مكانه بيبقى على حسب لو هو سمول انتستاين اللي بيبقى حواليه الامبراكس، لو هو لارج انتستاين بيبقى في الفلانكس في الجنان. بعد فترة لما بيحصل اكزوشن للموتيليتي البين ده اللي هو المغص بيتقلب يبقى عبارة عن ضل ايكينج ديفيوز بين. مبقاش فيه كوليكس خالص. الاتاكس اوف بين الفريكونسي بتاعتها بتديني ايفيدنس الاوبستراكشن ده هاي ولا لو. الاوبستراكشن الهاي زي جوجلان مثلا بيدي خلاص شورت بيريودز بتوين الكونتراكشنز، انما اللو بيبقى لونجر بيريودز. لو انا عندي عيان عنده بين بتاع الانسان الاوبستراكشن ده كوليكس، يعني بين يروح ويجي يروح بيجي، مرة واحدة البين ده بقى very severe وcontinuous مستمرة بيروحش ويجي وبيزيد، ده معناها ان العيان ده ممكن يكون دخل في strangulation. تاني cardinal symptom هو الفومتنج. الفومتنج الانست بتاعته لها علاقة بالليفل obstruction. كل ما الobstruction يبقى higher يعني high small intestinal يبقى الفومتنج early. Low small intestinal يبقى vomiting later. The chronic obstruction يبقى later later. تاني حاجة ال content بتاع ال vomiting. في الأول العيان بيرجع إيه؟ رجع الأكل. بعد ما بيرجع الأكل، الأكل بيخلص. بيبتدي digested material البايل بيبقى جزء من الأكل. خلاص بيبتدي digested material يحصل له fermentation ويتحول ال vomitus إلى fecal vomiting. الفكرة الفومتنج ده يدل على ان عندنا obstruction بقاله شوية، يعني مش حاجة recent. abdominal distension بيبقى موجود في كل العيانين. كل لما obstruction يبقى distal يعني راح ناحية الكولون يبقى distension اكتر. small bowel obstruction high كل obstruction كل distal collapsed فهو الديستنشن اقل. العكس الكرونيك اوبستراكشن ديستنشن فيه ليتر فعلا بس الديستنشن الديجري بتاعته اعلى. بالنسبه للكونستيبيشن خلاص كلكم عارفين ان الانستينال اوبستراكشن الكونستيبيشن معاه از كود ابسوليوت كونستيبيشن. يعني ايه ابسوليوت؟ يعني الاثنين لا في فليتس ولا في فيسز. ممكن يبتدي relative constipation وبعد كده يتحول لابسوليوت. في حالات معينه من السال اوبستراكشن الكونستيبيشن فيها ما بيبقاش ابسوليوت زي ريشترز. ايه هي ريشترز هيرنيا دي؟ اللي هي الهيرنيا اللي فيها جزء من السيركمفرنس بتاع الباول في الساك، يعني مش واخده اللوب كله، واخده حته من الول فبقيه اليوم مفتوح. او بولستور ايليس لما تبقى حصوة من المرارة نزلت في الإيليم بتعمل حاجة اسمها بول اند فالف افكت، سد حتة ضيقة وبعدين لما يزيد اليومنال بريشر الانتستن توسع فتروح السدة دي تروح وبعد كده ترجع تسدها تاني فيبقى الاوبستراكشن بيبقى مش الكونستريكشن مش ابسوليوت. الميزنتريك فاسكولار مفيش فيه أساسا ميكانيكال اوكلوجن. الفانكشنال اوبستراكشن والايليس كلهم مفيش فيهم ميكانيكال اوكلوجن فالعيان بيبقى ما عندوش بريستانسس بس اليومن نفسه مفتوح. في شويه امبورتنت نوتس بقى مهم ساعه ما نعمل كلينيكال ايفالويشن للعيان سنه اوبستراكشن ناخد بالنا منها. قلنا العيان الاوبستراكشن ده كومبليت ولا انكومبليت. السمول باول اوبستراكشن بيبقى فيه كل الكاردينال فيتشرز وبيبقى كومبليت. اللارج باول اوبستراكشن ممكن يبقى كومبليت وممكن يبقى انكومبليت. تاني حاجه الاوبستراكشن ده سيمبل ولا سترانجيوليشن. تالت حاجه ناخد بالنا منها اللوكيشن اوف اوبستراكشن والديوريشن اوف اوبستراكشن والاندرلاين باثولوجي.
احنا قلنا الهاي سمول باور اوبستراكشن بيبقى فيه الفومتنج ايرلي، كميه الفومتنج كبيره، برفيوز الديستنشن قليل، الدي هيدريشن ماركت، ويبقى البلين اكس راي بتاعته بيبقى فيها ايفيدنس اوف دايليتد باور لوبس. اللو سمول باور اوبستراكشن البين هو بريدومينانت مش الفومتنج، الديستنشن اكتر. اللارج باور اوبستراكشن بيبقى الديستنشن هو الموست برونانسد، البين اقل والفومتنج فيري ليت، والدي هيدريشن بيبقى فيري ليت. يبقى لك الهيستوري بتاع العيان، بنسال العيان جاله ابيسودز شبهها قبل كده ولا لا، عمل اي عمليه ابدومينال او بيلفيك ولا لا، في اي هيستوري سجستيف اوف اني ابدومينال كانسر، او اي هيستوري سجستيف اوف اني انتر ابدومينال انفلاش. معلش يا باشا بسرعه بس عشان الوقت بس. يعني الاكزامينشن بتاعه جنرالي في حاجتين مهمين، اول حاجه سايز اوف دي هايدريشن، خلاص. تاني حاجه الفيفر. لما يبقى في هاي فيفر في كيس اوف انتستينال اوبستراكشن ناخد بالنا انها ممكن تدل ان في اسكيميا، يا بيرفوريشن، يا اما معاها كولكشن انفلاميشن او ابس. الهايبوثيرميا بتحصل في الليت سبتسيميك شوك. اللوك ات سايز انسبكشن بنشوف فيه ايه؟ بنشوف فيه ابدومينال ديستنشن، احنا قلنا يا اما يبقى سنترال في السمول انتستينال، يا اما يبقى في الفلانكس في الكرونيك اوبستراكشن. ممكن نشوف فيزيبل بريستالسيس يعني، وبنشوف مهم قوي الايفيدنس اوف ذا كوز، بنبص على الهرنيا الاورفيسيز، وبنبص على اي سكارز اوف بريفيس اوبريشن، لان قلنا دي الموست كومن كوز اوف انتستينال اوبستراكشن. تاني حاجة بعد الانسبكشن بالبيشن، لو في ساينز اوف لوكالايز تندرنس او في العادي بيبقى في فيري مايلد تندرنس، لو في بيريتونيزم او لوكالايز تندرنس معناها ان العيان ده ممكن يبقى حصل له انفكشن او بيرفوريشن. بيركشن ريزونانت ابدومن الاوسكالتيشن في الميكانيكال اوبستراكشن بيبقى فيه اكساجريتد باول ساوندز، لو الباول ساوندز نورمال معناها ايه؟ اوكي نيجاتيف بريدكتبل، يعني ده مش السبب اوبستراكشن، ما ينفعش يبقى فيه انتصار اوبستراكشن ومعاه نورمال باول ساوندز، يا اكساجريتد يا لوست في الايس. دي يعني كولكشن اوف كلينيكال سايز اوف سترانجيوليشن، بيبقى البين سيفير نوت ريليفت باي نيزو جاستريك سكشن اللي هو الرايل، بيبقى فيه تندرنس وفيه ريجيديتي وفيه بيريتونيزم، العيان بيدخل في شوك على طول. ولو كان سبب سترانجيوليشن هرنيا، الهرنيا بتبقى تنس وتندر والريديوس. ايه الانفستيشنز اللي احنا بنحتاجها عشان نشخص الانسان اوبستراكشن؟ اول حاجه هي بلين اكس راي فيلم. كلاسيكالي كنا بنقول ان احنا بنعمل اريكت وسوباين، والاريكت بنلاقي فيها مالتيبل فلويد ليفلز، والسوباين بنلاقي فيها ديستريبيوشن اوف اي اف. هما دلوقتي بيقول ان الاريكت ده مش مهم خالص، وان الفيلم السوباين بس هو اللي مهم. الفيلم السوباين بيورينا ان في ابنورمال ديستريبيوشن اوف اير، والاير ده بياخد شكل الحته اللي هي ديستندد، يعني هو في الجوجنم بيدي شكل كومبليت ريدجز كروسنج اليومن بتاع الباول اللي هو كونسرتين اولاد الافكت، لو هو في الاليوم بيدي شكل انبوبه فيتشرليس كده، لو هو في اللارج باول بيدي هيستريشن. صح لكم ده البلين اكس ري فيلم، في اللي هو المالتيبل فلويد اير انترفيس ليفلز، ده السوفايم بتاع الفيلم ده، في حاجتين ده فيتشرليس ده ايه وده يعني لو هو بين ده جوجو. طب ده ايه؟ نعم؟ جوجو ده ايه؟ طب ده ايه بقى؟ ده كولون. ايه اللي بص للاتنشن؟